اول حاجه بغيتي تمتلك هذه السرنج هذه غادي نشرح لكم الاخوان شنو هما لي طاي ولا شنو هما الاحجام اللي يمكن لك تستعملها مع السرنج ديال 60 وشنو هما الاحجام اللي غادي تستعملها مع السرنج ديال 20 ملم كتقول ديال 60 حتى 60 ملم وكتقول ديال 20 حتى كتهز 20 ملم الاخوان ديالنا واه الاخوان ديالنا اول حاجه اللي خصكم تعرفوها وتثبتوها مزيان هي انني غادي نتكلم على الارقام دابا غادي نوكلو تبارك الله اللهم بارك هذا الديناصور هذا الله يبارك الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا ها الفرق شوفوا شحال الفرق الاخوان شوفوا شحال ديال الفرق اقتصاديه ورخيصه بزاف دابا غادي نوكلو يعني فريخات ديال غابون واخا واخا يا جايه النوبه يا جايه النوبه صباح انا الاخوان ديالنا انا نقرب لكم اش 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 لاحظوا الاخوان ديالنا يعني البيبي فرخ ديال هو اللي كيبلع داك السوران وهنا كنبقى ندفع عليه بشويه بشويه ها كما كتلاحظوا معايا غندفع شويه بشويه لان الكميه راه كبيره الله يبارك دابا غادي ندوزو كيحماقوا عليها لاحظوا معايا كيحماقوا عليها كيحماقوا عليها لذلك كنت نقول لكم الاخوان ما غادي تصدع راسك انك تدفع في الجهه اللي ما فيهاش التنفس ما تصدعش هذا واش الخوت تحيه لكم كامل تحيه جميع المتابعين ديالنا ان شاء الله الاخوان ديالنا كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله ونتمنى لكم بصحه جيده ان شاء الله وان شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى ان يعلى عملنا بالامطار ان شاء الله في المملكه المغربيه الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا افريقيا ولكن الموضوع ديالنا ماشي هو الفريخات الموضوع ديالنا الاخوان كيف ما سقسونا بزاف ديال الاصدقاء كيفاش كتحصل على هاد السرنج يعني بغينا نحصلوا عليها باش نوكلوا فريخات اقتصاديه بزاف ورخيصه بزاف وصحيه بزاف والمخاطر ديالها الاخوان يعني ما كايناش نهائيا ما كاينش مخاطر الا تبعتوا الشروط والطريقه اللي كنستعمل بها انا شخصيا يعني هذه مده تقريبا علين تقريبا 9 سنين وانا كنخدم بهذه الطريقه هذه في هذا العالم ديال الطيور ان شاء الله الاخوان ديالنا غادي نوريكم منين كتشريوها بشحال كدير الاثمنه بشحال غادي تقدر تضرب لكم السرنج يعني السرنج شحال الوقت يمكن لها انكم تستعملوها يعني واش عام واش عام ونص واش عامين ان شاء الله المهم الاخوان ديالنا اول حاجه غادي نعملوها هي هنوكلوا الفريخات لان دابا تقريبا شي 12 باقي ما وكلتهمش 12 ديال الصباح ان شاء الله باقي ما وكلتهمش يوم الجمعه باش ان شاء الله نقضيو الغرض ديالنا كامل ان شاء الله الاخوان ديالنا الماكله هي تقريبا دابا فيها راه فيها 37 ما بين 37 ما بين 35 درجه الحراره اللي هي مناسبه جدا وكتخلي ان الطائر او الفرخ كما كان النوع ديالو كيكبر بواحد نمو يعني متسارع وصحي بزاف ان شاء الله الاخوان ديالنا دابا غادي نبداو ناكلوا الفريخات ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معنا الله يبارك دابا غادي نوكلو تبارك الله اللهم بارك هذا الديناصور هذا الله يبارك الاخوان ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا ها الفرق شوفوا شحال الفرق الاخوان شوفوا شحال ديال الفرق اقتصاديه ورخيصه بزاف دابا غادي نوكلو يعني فريخات ديال غابون واخا واخا يا جايه النوبه يا جايه النوبه ها الاخوان ديالنا ها نقرب لكم باش 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 اش
بس 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 انك يعني كان بس ما فيش اكسجين على حتى ويا الراس يا اخواننا ماشي اش كتحط السواد الاخوان هي هو راه هو هو دفاع الجهه اللي كدوز منها الماء دابا اخواننا لا يوكلو الفرح تاعك ومرحبا بكم الاخوان مرحبا بكم عند قناه مصعب بلوك او ملك بكره انا الاخوان الله يبارك انا الاخوان هادو ان شاء الله الاخوان ديالنا هو اليوم الاخير اللي معايا ان شاء الله غادي نوصل ديالنا بجوج باش نجمعوا بعضياتنا انا اللهم بارك اخوان ديالنا بارك عليهم 60 60 الله يبارك دابا الاخوان غادي ندوزو كيفاش غادي ومنين وعلاش بزاف الاسئله اللي كطرحوها على راسكم ان شاء الله واخا اول حاجه بغيتي تمتلك هاد السرنج هادي غادي نشرح لكم الاخوان شنو هما لي طاي ولا شنو هما الاحجام اللي يمكن لك تستعملها مع السرنج ديال 60 وشنو هما الاحجام اللي غادي تستعملها مع السرنج ديال 20 ملي كتقول ديال 60 حيت 60 ملي وكتقول ديال 20 حيت كتهز 20 ملي الاخوان ديالنا واخا الاخوان ديالنا اول حاجه اللي خصكم تعرفوها وتثبتوها مزيان هي انني غادي نتكلم على الارقام هذه الارقام هذه مهمه بزاف مهمه بزاف على حسب نوع الطائر اللي عندك انا غادي نعطيكم بعض يعني الطيور على حسب الارقام اللي غادي تكون يعني مناسبه والاخوان ديالنا اللي عنده شي طائر ما ذكرتوش من هادو غادي يمشي على حسب الحجم ديال الطيور الاخرى اللي ذكرتها ان شاء الله يعني تقريبا عندهم نفس المسلك ان شاء الله الاخوان ديالنا نبداو بالحجم الكبير ثم ندوزو للحجم الصغير يعني الببغاوات الكبيره يعني بحال الغابوني بحال الاراب بحال الكسندر بحال هاد الانواع ديال الببغاوات كيف ما كتشوفوا معنا في الصوره الاخوان ديالنا كاين هذه هي اللي كان هذه هي السيليكون اللي كنستعملوها الاخوان ديالنا في السرنج شحال يعطينا من قطعه باش تعرفوا شحال من حاجه هيعطينا الاخوان أربعة ديال القطع الإخوان أربعة قطع قطعة واحدة تقدر توكل بها الفرخ حتى يتفطم وبسورنج واحدة توكل بها الفرخ حتى يتفطم واحدة ولكن كيفاش غادي تستعملها أنا غادي نعطيكم كيفاش غادي تستعملها باش دوز لك عام مثلا عام الإخوان ديالنا كاين هاد هادي السورنج هادي راه ماشي هي السورنج هادي السيليكون هذا كيتسمى الصوندا كتمشيو عند الفارماسيا عند فارماسيا وكتقولوا له الصندة ولكن شنو هو الارقام شنو هما الارقام اللي غادي تاخذ على قبل الفرخ ديالك انا غنذكر لكم باش ماشي تشري واحد الرقم كنعاود عشان كنقول لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر باش ماشي تشري رقم من عندك وتقدير من عندك وبلي تجي توكل الفرخ ديالك تلقى ان داك الفرخ هذاك ما قادرش على داك السورنج ولا ما بغاش تدخل ليه في الحلق ديالو كبيره عليه ولا صغيره عليه ولا تعذبك في الماكله الاخوان ديالنا لذلك كاين الاخوان الرقم 18 راه كتلقى واحد الرقم كيكون هنا شوف على الله وعسى يجي لكم الاخوان ها اما كيديروا هما ها شوف 18 هذه سورنج 18 كتلقى اما كيديروا هما ولا كيجي مع عند الشركه واحد الطابع واحد الوسقه صغيره مطبقينها فهمتوني لان كاين هنا شي سيريات اللي كيعملوا اللي كيعنيوا الارقام ديالهم ولكن كتلقاهم هما كيديروا ها هي الاخرى هذه ديال 18 هاي 18 ها هو الرقم واحد اخر ها 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 هو الاخوان ديال الى شفتو انا قربوا الكاميرا ها هو 18 هنا كاين حتى هنايا كيكون 18 الاخوان ديالنا 18 بالنسبه للببغاء الافريقي كتخدم ليه 18 وكتخدم ليه 20 وكتخدم له حتى 22 ولكن احسن عبار هو هذا احسن عبار هو هذا الاخوان 18 احسن عبار 18 اخوان بالنسبه للطيور يعني الببغاوات المتوسطه والببغاوات الكبيره ابتداء الاخوان من الكسندر حتى الكسندر اليويو لان حتى اليويو تقدر تدخل ها هي باش نفهمكم الحلق ديال اليويو حتى هي تقدر تدخل هاي عاديه جدا الكسندر على حسب الحلق اللي عنده الالكسندر نيويو الببغاء الافريقي الامازوني الارس ان شاء الله يعني المكاو باش نشرح لكم اكثر هادو بالنسبه يعني الببغاوات من حجم المتوسط حجم كبير بدا من 18 حتى 22 على حسب الارا عطيها 20 22 ما عندهاش مشكل لان تبارك الله عندها الحلق راه داير الحلق هادو الاخوان ديالنا سالينا من هاد الاثمنه غادي نقول لكم الثمن الاخوان
بعض المرات شريتها ب 16 درهم، واحد المره شريتها ب 14 درهم، واحد المره شريتها ب 18. ما عرفتش في الاختيار الثمن علاش كيتختلف. المهم الا عندك شي واحد طبيب ولا هادي راه يجيبهم لك فابور، يجيب لك 10 20 فابور يجيبهم لك عادي، راه عاي موجودين تما يتقاموا لك فابور، يعني تقدر تقام لك سوران كبور. ولكن ما بغيتي ما تحاشي حتى واحد، ما تسوق حتى شي واحد تشريها، شريها الاخوان ديالك غادي تشريوها على هاد الشيء تقام عليكم. مثلا هادي كدير مثلا شي 5 دراهم ونص، 5 دراهم ونص ولا 6 دراهم، وهادي كدير 14. ولكن الاخوان تقريبا نقولوا تقام عليك القضيه تقريبا واحد 22 درهم، ولكن 22 درهم الاخوان هيا تم هيا تم. هادي الاخوان ما كتسيبش السيليكون، ما كيتسيبش. عندي شي طروفه ديال السيليكون بحال هذا، هاد السيليكون هذا ها هو، ها هو السيليكون، عنده تقريبا 2 عامين، هذا عنده 2 عامين والاستعمال ديالو باقي مخير، 2 عامين تقريبا عنده. طيب واحد يعني 3 دراهم ولا هادي راه انت بخير، والسورانك دايره شي 4 دراهم ونص وقيلة على حسب ما كنفكر، حيت كنشري العدد، كنشري مثلا 10 السورانك و10 من هادو باش حتى الاخوان كيما عمر الاخوان ديالنا اللي كياخذ شي فرح كنعطيه معاه حتى السورانك بلا ما يشريها، كنعطيها له كادو من عندي. المهم هادي مسألة. ندوزو الاخوان ديالنا الاحجام الصغيرة، احجام صغيرة سيليكون صغيرة، شنو هما الاحجام اللي صالحين لك؟ هاد الحجم الاخوان ديالنا ها هو، كاين هذا، كاين هذا الحجم هذا رقيق، ها هو رقيق، هذا رقيق، هذا الطايا، هذا الطايا الاخوان طايا 16، هذا الطايا 16 شايبان ولا لا؟ راه هي 16، هاي 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 16 هي. المهم الاخوان ديالنا هذه طايا 16 وطايا 14، طايا 14 وطايا 16، طايا 14 وطايا 16 الاخوان ابتداء من الكالوبسي، ابتداء من الكالوبسيت، ليزانس، الفيشر، الروز، تاكلوا بها الزيبرا، تاكلوا بها الكنار، تاكلوا بهم بزاف ديال الطيور، الكونيور، واعره الكونيور هذه، مخيره جميع انواع الكونيور، يعني الببغاوات كذلك خدامه، ولكن الاخوان ديالنا راه غادي تعذبك، بالنسبه للبيروكي كياخذ حجم كبير، غادي يعذبك. بالنسبة للكونيور هذه مثلا كتوكل الكونيور ولا ليزانس ولا هذه راه سهلة بزاف وراطبة بزاف وكيحماق عليها الفراخ، لأن عندها واحد السيليكون، لأن الطائر بلي كنقومو بالوضع ديالها في الفم ديال الطائر كيحسب ليه تاهي بحال الماكلة، كيشد داك السيليكون وكيبلعو. ولكن الإخوان كاين واحد النقطة مهمة، ها علاش كنقول لكم الإخوان تبعوا الفيديو حتى الأخر، الإخوان ديالنا راه ما يمكنلكش تعمل طايا، شوفوا طايا 18 وطايا 19 وطايا 20 ولا هادي ديروها في السورنك ديال السورنك ديال 20 المليم، ممنوع. انا كنقول لكم ممنوع، علاش ممنوع اخوان ديالنا؟ اول حاجه بها تجي تعطي الماكله للفراخ هذا غادي يبقى يتحيد، لان الراس ديالها رقيق، خصها تدي السورنكات رقاق، يعني هادي غتدي لك السورنك ديال 14 وديال 16، 14 وديال 16 فوق 16 ما ديرش، من الاحسن الاخوان ما تعملوهاش، لان اول حاجه وحده بعدا خصكم تعرفوها، دائما السورنكه الاخوان اللي خصها تدخل خصها تدخل مزيره كيف ما هادي، شوفوا كنجبدها، شوفوا شحال كنجبدها ما كتحيدش، شوفوا شحال كنجبدها ما كتحيدش. بعض الاخوان كيجيبوا هادي وكيعملوا السورنك، كيديروا السورنك ديال 18 ولا ديال 19 ولا ديال 20، ملي كتعطيها الفرخ كتبقى له في الحلق ديالو وكيولي في مشكل، كيولي شنو هو المشكل اللي كيولي فيه؟ كيقول لك لا راه بلع عليا السورنك وراه ما تبعوا الاخوان هذا الفيديو هذا حتى الاخر، وصيفطوه كاع الناس اللي كتوكل الفراخ، هذا الفيديو هذا كاع الناس اللي كتوكل الفراخ خاصها تصنت ليه وتسمعوه مزيان وتفهموه مزيان. الاخوان ديالنا الله يجازيكم بخير، السورنك دائما دائما الاخوان بلي يجي نقطعوا السورنك دائما السيليكون يكون على الطول ديال العنق ديال الطائر، ما يكونش قل، ما تعطيش، كاين بعض الاخوان اللي يعطي السورنك قد هكذا صغيره، لا ما تخافش غير شي السورنك ما يوقع للطير والو، على ضمانت انا كنضمن لكم ما كيوقع للطير والو. اخوان ديالنا دائما السورنك على حسب الطول ديال العنق ديال الطائر، العنق ديال الطائر لاحظوا معايا، العنق ديال الطائر دائما على حسب العنق ديال الطائر، حتى الى قدر الله، الى قدر الله والطير مثلا درتي هذا الغلط هذا حتى الى بلعها ساهله كتجبدها، راه كتستحلو على الفم ديالو وكتجبدها كتكون خارجه، يعني ما تقدرش تهود لانك درتيها على طول ديال العنق ديال الطائر كامل حتى الفم ديالو، يعني ابتداء من الفم كتعبر،
ابتداء من الفم حتى للصدر ديالو، البلاصه اللي كتجمع فيها الماكله وكتعبر وكتقطع. واش واخا يدخل السيليكون كامله كنجبدوها بسهوله الاخوان ديالنا. السيليكون ديال 18 وديال 18 عقلش كنقول لكم 18 و19 وال20 وال21 وال22 دائما كيمشيو في السورنج ديال 60 المليم. سمعوني مزيان، علاش؟ حيت الاخوان ديالنا كيتخشاو مزيرين، راه بزز باش كيتخشاو الاخوان، يعني بواحد المشقه كتحب كيتخشاو كيتفيكسوا صافي، يمكن لك تحيدها ولكن خصك تبقى جابد واحد المده باش كيتحيد. لذلك الاخوان ديالنا كنعاود لكم، السورنج صغير 14 و 16 ديال 20 دميلي ديال 20 دميلي وكاري ديال 20 دميلي. والاخوان ديالنا جهدوا عليكم وهذا المهم، هادشي هذا كامل الاخوان كنصحوا لكم من اجل ولاعه باش تفهموا بزاف الحوايج وتعرفوا بزاف ديال الحوايج. المهم الاخوان ديالنا اي واحد خصو يوصلوا هذا الفيديو، هذا ضروري يوصلوا هذا الفيديو راه ضروري. اخوان ديالنا تحيه لكم وتحيه جميع المتتبعين ديالنا ان شاء الله، بالتوفيق للجميع، توفيق اي واحد عنده تطويرات ان شاء الله، ونتمنوا لكم الخير ان شاء الله. مرحبا بكم عند قناه مصعب فلوق او ملك ببغاء، مرحبا بكم اللي درتيها ان شاء الله احنا معكم.